حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشف مصدر مطلع عن بلوغ حجم الدين الداخلي لوزارة المالية نحو 70 تريليون دينار، وأن أغلب الاقتراض من قبل البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد. وقال المصدر إن حوالات الخزانة التي خصمها البنك المركزي تبلغ 42.6 تريليونات دينار، بينما حوالات الخزانة التي خصمتها البنوك الحكومية تبلغ أكثر من 5 تريليونات دينار، والمؤسسات المالية الأخرى مثل هيئة التقاعد أكثر من 18 تريليونات دينار. قال مصدر برلماني إن العراق يخسر سنويا 21 مليار دولار جراء الفرق في سعر صرف الدولار، مؤكدا أن تلك الأموال تذهب لجيوب أحزاب سياسية وجهات متنفذة. وأشار المصدر إلى أن نفط العراق يتم بيعه بالدولار، والحكومة تحسب كل 100 دولار ب 132 ألف دينار، وبسبب هذا الفرق في العملة يخسر العراق أكثر من 21 مليار دولار في عملية بيع النفط فقط، مشيرا إلى أن المستفيد الوحيد من هذه العملية أحزاب وشركات ومصارف تابعة لشخصيات متنفذة. حذر تجار في حي أشتيا بمدينة السليمانية من تراجع أوضاع المواطنين المعيشية. وفي رسالة وجهها التجار إلى محافظة السليمانية والمسؤولين الحكوميين، أكد التجار أن المحافظة أصبحت قرية كبيرة مدمرة، وأن العمل فيها أصبح سيئا للغاية. وأضاف التجار أنهم فقدوا مصدر رزقهم بسبب المشاكل السياسية المستمرة في السليمانية، وأن المحافظة أصبحت بلا حياة وبلا خدمات، مشيرين إلى أن إدارة السليمانية سيئة للغاية. رصدت هيئة النزاهة ديونا تبلغ 50 مليار دينار لم تتم جبايتها من قبل مديرية توزيع كهرباء المثنى، وإخراج 70 محولة من مخازنها بصورة مخالفة للقانون، وهدرا للمال العام ومغالاة في مديرية البلدية في المحافظة. وأضافت الهيئة أن مكتب تحقيق المثنى رصد عدم قيام مديرية توزيع كهرباء المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لجباية أجور المشاريع التجارية والصناعية والمجمعات السكنية، وجود ديون متراكمة لم تقم المديرية بجبايتها كإيراد للدولة، فضلا عن عدم اتخاذ أي إجراء بحق المتخلفين عن التسديد، كما تم الكشف عن مغالاة في عقود أو عقود تجهيز في المديرية. بلغت قيمة صادرات السلع الإيرانية إلى العراق من الصناعات غير النفطية أكثر من نصف مليار دولار أمريكي بحسب صحيفة دنياي اقتصاد الإيرانية. وأضافت الصحيفة أن صادرات السلع غير النفطية لطهران منذ شهر آذار وحتى شهر تشرين الثاني من العام الماضي بلغت نحو 5 مليارات دولار، حيث مثلت بموجبها حصة محافظة طهران من صادرات إيران خلال هذه الفترة ما نسبته 15.4%، وتعد طهران مصدرا أساسا للبضائع المصدرة إلى العديد من الأسواق العالمية. لنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.